نادى الرماح مواطنة قطرية كافحت من أجل الوصول إلى هدفها، وهو أني أصير محامية وأقعد اليوم على هالكرسي اللي أنا كنت أحلم أني أقعد عليه، وأني أقدم كثر ما أقدر من خدمات الوطني ولأبناء الوطن إن شاء الله. أنا مش من زمان مخلصة، يعني من قريب من 2019 تخرجت من جامعة عين شمس القاهرة، والحمد لله كافحت للوصول إلى هنا. يعني دشيت التحقت بمهنة المحاماة سنتين تدريب عن طريق وزارة العدل، والتحقت بمكتب التدريب اللي هو اللي كنت أتدرب فيه نايف النعمة. وبعد ما خلصت سوينا كونكت أنا والمحامي، وبعدها شقيت طريقي ان انا افتح مكتب بروحي. بس هذه كانت جدا مقامره، وكانت بالنسبه لبداياتي كانت جدا يعني متعبه ومرهقه نفسيا، بس الحمد لله قدرت اتجاوزها، واليوم نادى الرميحي الحمد لله معروفه. انا اقدم القدمات القانونيه كامله بأنواعها، ما في شيء. يعني أنا أحب التخصص، التخصص هو أفضل أصلاً من التنوع، بس في مرحلتي وبدايتي راح أخذ كل شيء، راح أتنوع يعني في القضايا، ما راح أمسك شيء معين. بس حالياً أنا قاعدة أشق طريق الأسرة اللي هو أحوال الشخصية، بس هذا مو بهدفي. أنا هدفي إن شاء الله شركات، والمكتب هذا الصغير إن شاء الله راح يكون شركة الرميحي للمحاماة. أقول لك إن مكتبي ما هو مميز ولا إنه هو يعني عادي بالنسبة حق المكاتب الكبيرة الضخمة والهوامير اللي إحنا قاعدين وسطهم، خصوصا محامين قدام ومخضرمين. أقول الحمد لله على أنا وصلت له، وإن شاء الله يعني بعد بيتطور بيكون أفضل إن شاء الله. في السنوات الجاية راح تسمعون إن شاء الله كل شيء أفضل. على المدى القصير راح نفس ما قلت لك راح ينجز كل القضايا وكل الأمور، بس على المدى الطويل لا، إن شاء الله راح يكون شركة متخصصة في الشركات، العقود، المنازعات، الأشياء الكبيرة. أنا ما أبي الأشياء الصغيرة، لأن أنا أهدافي أكبر من كذي. هي محكمة الاستثمار سريعة في الإنجاز، كانت في أمور تتعطل لأن كانت كلها على المحكمة المدنية، بس بعد ما افتحوا محكمة الاستثمار خصوصا على التطور الهائل اللي صار في الدوحة والاستثمار الكبير على مدار السنة هذه والسنة اللي طافت، وإن شاء الله على مدار السنين الجاية، يعني محكمة الاستثمار حلت مشاكل كثيرة وتأخرات كثيرة في الإنجازات. الحين صارت خلال 15 يوم ممكن يحلك القضية نهائيا، وممكن شهر تنتهي، وفي ساعات عندنا بعد قضايا حق اليوم الواحد. فلا، كانت صراحة هذه محكمة الاستثمار كانت أكفى يعني أحسن إنجاز قمنا به. يعني طبعا الشيخة موزة الله يطول في عمرها هي بالنسبة لنا كمثل أعلى للمرأة القطرية نفسها. هي بسبب إنجازاتها ومسيرتها ما شاء الله في حياتها كاملة، إحنا نأخذها كعبرة ونمشي وراها. المرأة القطرية اليوم لازم تكون طموحة، عندها أهداف، تقوي نفسها، لا تكون ضعيفة، تمشي ورا هدفها ورا نجاحاتها. لا تقول أنا خلاص قعدت اليوم عيالي بيتي زوجي. أنا واحدة كان عندي عيال كنت أخليهم وسافر أدرس وأقعد وأرجع لهم في الإجازات وأرجعهم في المناسبات، لكن ما مسك ليهال، ما مسكوا طموحي، ما مسكوا أهدافي، ما مسكوا نجاحاتي وأحلامي اللي أنا أطمح لها. عشان شي رسالة لكل مرأة قطرية تتمسك بأحلامها وتسعى وراها، ولا تقول أنا ما أقدر، ما حد ما يقدر، كل واحد في هالحياة يقدر.
كل واحد في هالدنيا عنده إنجازات داخله، بس هو يقعد مع نفسه ويحدد أهدافه ويعرف اللي له واللي عليه. والله أمي دائما كانت تدعمني وتشجعني، عيالي دائما في ظهري وانتظروا كثير عشان أخلص، ما زالوا ينتظرون عشان يشوفون النجاحات. زوجي كان لي الداعم الأساسي، كل الصعوبات اللي واجهتها كان هو يدعمني ويحفزني، كلهم والله بالنسبة لي هم نجاحاتي، هم دعمي اللي أنا كنت أحتاجه ساعات في وقت الضعف، في وقت التعب، في وقت الإرهاق، كانوا هم يدعموني ويشجعوني والحمد لله. تحية طبعا لسمو الأمير، والحمد لله احنا حظينا بأفضل أمير، أنا بالنسبة لي أفضل أمير، الحمد لله بلادنا أمن وأمان واستقرار، والحمد لله بيوتنا اليوم مفتوحة وما في أي تخوف، الحمد لله إن شاء الله الله يديم علينا الأمن والأمان، هو سندنا وهو أميرنا، وإن شاء الله يا ربي يطول في عمره إن شاء الله، ودائما وإحنا ما نبي أمير غيره، نبيه وإن شاء الله الله يخلي لنا.